أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يكفر من يطلب من الموتى الرزق أو الهداية الكفر الأكبر بمجرد فعله؟ ما في شك، هذا دعا غير الله، دعا غير الله فهذا مشرك، إلا إن كان إنما يعرف التوحيد والشرك نشأ في بلاد ما يسمع القرآن ولا يسمع شيء فهذا يبين له. أما إنسان نشأ في بلاد المسلمين وتعلم وسمع وقرأ ولكنه أصر على ما هو عليه فهذا يحكم بكفره لا شك، لأنه غير معذور. نعم.